وبيعمل اخطاء كتيره جدا وبنحاول ان احنا نقاومها. اخرها كان اللي حصل اول امبارح في او اخر مباراه للنادي الاهلي. ولكن في نهايه الامر من وجهه نظر الشخصيه اعتقد ان هم بيعملوا شكل جديد وشكل جميل داخل ملعب كره القدم في اي ملعب بيروحوه وفي اي شكل. يعني ما كناش بنشوف مثل هذه الممارسات الجميله الجميله بعيدا بقى عن الشماريخ والمش عارف ايه والكلام الفاضي اللي هم بيعملوه والاخطاء اللي هم بيعملوها واللي احنا اتكلمنا عليها خلال الفتره اللي فاتت. احنا وكل زملائنا الاعلاميين كانوا بيتكلموا على اخطاء الالتراس، ولكن دايما كده في حاجه في القلب ان هم ناس بيعرفوا يبتكروا، بيعرفوا يعملوا تشجيع جيد، بيعرفوا يعملوا تشجيع حلو بيخلي اللعيبه في الملعب تموت نفسها اكتر واكتر. ويمكن انا عشان كنت من اول الناس اللي كانوا او شفت بعناية ارتقاء الالتراس من وهم لسه صغيرين لغايه لما كبروا وبقوا جماعات كبيره، فيمكن عشان كده انا بميل دايما ناحيه التشجيع المثالي داخل الملعب من الالتراس. اعتقد ان هو بيخلي اللعيب داخل الملعب بروحين. انا لما كنت بسمع الالتراس وكل الجمهور طبعا، ولكن انا بتكلم على الالتراس لان هم اللي بيعملوا مشاكل خلال الفتره الاخيره، وانا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه وعارفين انا بحبهم قد ايه، ولكن انا بتكلم معاهم بمنتهى الصراحه ان المشاكل الكتيره افقدتكم تعاطف ناس كتير جدا، ومن فضلكم ارجعوا للتشجيع المثالي مره اخرى علشان نشوف الالتراس اللي احنا عايزينه من خلال وجودكم في الملعب. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقية أخبارنا. عندنا أخبار لسه عن اتحاد كرة القدم وعن نادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن بعد الفاصل.